السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة خاوتنا. كما كنتوا شفتوا لو صالون جالاكسي ال اليوم، ونظرا لطلباتكم جبناه لكم في السات بلاس واللي خرج تحفة ما شاء الله خاوتنا. هذا لو صالون راكم تشوفوا فيه لي توجور مخدوم بطريقة جميلة جدا 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 خاوتنا. لو صالون جالاكسي لي مخدوم توجور بلا ماتيير بريمير. كي نقولوا لا ماتيير بريمير معناتها من ناحيه لو بوا، من ناحيه لو توسي، من ناحيه لا دونسيتي تاعو. نبداو على بركه الله نشرح لكم الطروا بلاص تاعو. كيما راكم تشوفوا، كيما راكم تشوفوا لي بي الله يبارك مخدومين اون بوات، يعني حاجه بزاف بزاف سوليد اللي دائما اثاث ثقه تسعى على جالها. كيما راكم تشوفوا لا كودوار تاعو كيف كيف مخدوم كامل اون بوات. شوفوا الله يبارك هذاك لو توسي لي توجور في الانتيطاش خدمه متقونه لا فينيسيون، الله يبارك في الظهر فيه مخايد كبار لي توجور باللاواط، حاجه ما شاء الله خاوتنا. لا كاركاس تاع هذا لو صالون مخدوم اون بواروج كيما راكم تشوفوا، تقدروا ديروا جهه في الباش وجهه في المانو، يعني حاجه مانيفيك. بالنسبه للقاده تاعو راهي دي 30، يعني بزاف بزاف مريحه. لا فينيسيون في لي كوتي الله يبارك، ميم في لي كوتي راكم تشوفوا هذيك لا باغيت اللي راهي كامل اون بوات. لا فينيسيون افون اريير خاوتنا، سيغتو الخياطه هنا ما راهيش تبان كامل، يعني حاجه بيان بيان فيني كيما راكم تلاحظوا فيها. بالنسبه للدي بلاس فيها نفس المواصفات تاع الطروا بلاس الله يبارك، كيما راكم تلاحظوا فيها هاد لي جوتي خاوتنا لي راهم يعني بافلور حاجه ما شاء الله، طري طري بيان في ني خاوتي. نفس المواصفات خاوتنا لا كاركاس تاع هاد لو صالون، اكرر واقول انها راهي اون بوا روج. بالنسبه للاون بلاس خدمه تاعها بزاف بزاف شابه متحوفه خاوتنا، مربعه الشكل اللي راكم تلاحظوا فيها حاجه ما شاء الله خاوتنا. هاد لو صالون جالاكسي تعجبني لا كولور تاعو والقاعده تاع الاون بلاس تاعو، يعني مختلفه تماما عن البقيه. يعني كل صالون واش في قاعده تميزو، هاد لو صالون قاعده تاعو بزاف بزاف شابه. السعر تاعو هاد لو صالون 16 مليون وستون مع النقل لجميع الولايات، يعني وين ما تكونوا خاوتنا نجيب لكم الصالون تاعكم حتى للدار وتخلصوا في داركم وتوجور بلا غارونتي خاوتنا. هذه هي اثاث ثقه، نتمنى هذا الصالون يكون نال اعجابكم. الناس اللي اول مره تشوف فينا نقول لهم ابوني معنا باش نشرحكم العديد من لي صالون خاوتنا واي حاجه متعلقه بالاثاث المنزلي، وماذا بكم تخلوا لنا الاراء تاعكم. بارك الله فيكم، كان معكم الاخ عبد الرزاق، سلام.